طيب يا فتون، إذا ما سميناها الاسمين شو بدنا نسميه؟ لقيته؟ منسميه اسم جدنا المشترك نحن الاثنين. اسماعيل؟ ايه؟ يعني كتير رح يلبق له هالاسم ومندلعه سمعه كمان. حلو سمعه. ايه سمعه البطبوط؟ ايه عن جد هالاسم بجنن. ايه بجنن. بتعرفي شغلة؟ جدي كتير رح ينبسط بهالشي. ايه؟ ايه؟ منيح؟ منيح. مين جاي بهالوقت؟ ما بعرف، رايح شوف. وقف جاي معك. بس إن شاء الله ما يكون فاق الولد. مساء الخير. يا أهلا وسهلا. عفوا، مين حضرتك؟ أنا مها، كون عمتها لليزا. سمعت بالشي اللي صار واجيت لحتى اخذ البيبي منكم. معناتها حضرتك عمتها لليزا ما؟ ايه انا عمتها. هي ما حكت لي عنك ابدا، لهيك تفاجأت شوي. نحنا قاطعنا بعض من سنين طويله، انا وابوها كنا متخانقين، يعني انا واخي. بعدين انتقلت على انقره. ولهذا السبب اضطريت اني بعد عن ليزا. بس ليزا صديقتي من ايام الطفوله، يعني معقولة ما تكون حكت لي عن حضرتك ولا مرة؟ غريبة، يعني بعرف كل شي عنها، معارفها، اختها الله يرحمها، جدها الله يرحمه، وزوج اختها المرحوم كمان، لهيك متفاجئة بالموضوع. حبيبتي فتون، مها خانم قالت لك من شوي انها متخانقة مع ابوها لليزا وانها مبعدة عنهم، يمكن لهيك ما بتعرفيها بنوب، فسكري على القصة. طيب، حضرتك شو بتشتغلي؟ أنا موظفة ببنك. بالله جد؟ حلو كتير. وينه الصغير؟ أنا حابة أشوفه وأحمله بين إيدي. ليكو فوق بالغرفة، تفضلي خلينا نطلع. لا لا، ما رح خليكن، ما بصير. لوين؟ أنا لحتى أقدر نايمه بتعذب كتير وبشوف نجوم الظهر، بكرة بالنهار بترجعي بتشوفيه على ضوء. أنا بس رح أشوفه من بعيد لبعيد. طيب تفضلي، رح وصلك، تفضلي لفوق. عيب اللي عم بتساوي فتون. شكرا لك. تفضلي. قال شو عمك ليزا؟ قال والله لو ليزا كان عندها عمي كنت أول وحدة عرفت فيها، وليش هالسنين كلها كانت مختفية وهلأ لطلعت؟ والله هالقصة مو خارطة مشطي. تفضلي يا خانم. يا روحي أنت، أخ، نسخة عن أمه، نسخة عن ليزا المعترة. آه يا ابني المسكين، آه يا روحي أنت، آه يا ريحة الغوالي. ليك عمتك الكبيرة إجت، افتح عيونك لشوف، يلا افتحن يا حلو. ما خانم يا روحي أنت، آه ما خانم. ما خانم، الولد نايم، وطي صوتك. ايه طبعا طبعا. شفتي؟ أنا ما قلت لكم ما تقربوا عليه وهو نايم، ليش ما بتردوا علي؟ اجيت خالته، اجيت سمعه. سمعه؟ حبيبي. اجيت حبيبي، اجيت، اجيت يا روح خالتك، تعا 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 حبيبي. سمعه؟ اسمه سمعه؟ يعني اسماعيل. جان شو لساتكن عم تعملوا هون؟ طلعوا لبرا لحتى اقدر نايموا للصبي، مو معقول وقفتكن هون. حبيبتي فتون انا ليش كل هالقد متوترة؟ يعني هذا ولد وطبيعي يبكي. مها خانم، تفضلي خلينا ننزل لو سمحتي. أنا كنت ماشية أصلاً، آسفة لأني إجيت بهالوقت. برجع بجي لعندكم كرمال الإجراءات الرسمية. منحكي. وإنت لحتى أنا أرجع خليك عائل ماشي؟ لا تخاف حبيبي، رح أرجع لحتى أخذك. تصبحي على خير. تفضلي. أنا ما دخلني.
قال ما تخاف. قال وليش لحتى يخاف برأيك؟ سمعه كتير بيحبني. ليكو كيف سكت؟ مو هيك سمعه؟ تفضلي. شكرا. مها خانم، فيني أسألك سؤال؟ طبعا ابني، تفضل. أنا من باب الفضول رح أسألك، حضرتك ممكن تفهميني كيف عرفتي إنه إسماعيل موجود عندي أنا وفتون بالبيت؟ خبرني مراد سويكين. مراد؟ ساعدني كتير الله يسلمه، وقال إنكن أصدقاء مقربين كتير. عارف إنه عم تدوروا على أهل الصغير وتواصل معي. الله يحميه، زلمة مزوق وأكابر. إيه؟ عن جد هو مزوق وأكابر كتير. شرفتينا، أهلا وسهلا فيكي يا خانم. تصبح على خير. وأنتي من أهله، مع السلامة. أنا بورجيك. نيمتي سمعه؟ ايه نيمته. جان اسمعني، هالمخلوقة مخبية شي؟ لا يعني بعد كل هالسنين ليش طلعت هيك فجأة؟ وبتعرف جان أنا ليش ما ارتحت لبنو؟ لك ولد نايم ليش لا تطلعي تفيقي؟ وحدة مثلها بتعرف إنه ما لازم تفيقه. لا وشو قالت له وهي طالعة؟ ما تخاف حبيبي. ايه والولد من شو بده يخاف يعني؟ الولد رايق وعال العال، ليش عم تحكي هيك حكي شروي غروي؟ فوتون ممكن تاخدي نفس لو سمحتي؟ أنت أكيد غرتي من هاي المخلوقة، بس بتضل عمته للولد، يعني طبيعي إنك تيجي تاخده، بس مو طبيعي إنك تغاري. دخيلك، ليش بدي غار منها؟ بدي غار من وحدة أصلاً ما بعرفها؟ شو هالحكي؟ عم بحكي عن شي تاني، مو هذا اللي قصدته. يعني هي كيف عرفت نحن وين عايشين؟ في مجال تسمعيني شوي فتون؟ بدي أقول لك شغلة. شو هي؟ بتعرفي من وين عرفت بالموضوع؟ من وين؟ عرفت من مراد. شو؟ إيه؟ لما طلعت وصلتها على السيارة سألتها، قلت لها كيف عرفتي مكانه لسمعه؟ قالت لي خبرني مراد سويكن. كيف يعني؟ والله ما بعرف كيف صارت هالقصة فتون. تفضلي اتصلي بمراد الغالي واسأليه. مع مين بدك تحكي بهالوقت؟ بدي احكي مع المحامي. طيب يلا حكي. الو، هلا شفت البيبي، صحته عالي العال وكمان كتير حلو. لا لا لا، ما فينا ناخده هلا، اذا ضغطنا عليه هون بتكبر القصه ويمكن ما ناخده. اذا عطونا اياه من حالهم رح تسهل الامور كتير. ايه ما تاكلوا هم ابدا، انا عمته ورح اخذ البيبي. اللي قدرتوا تدبروا المصاري ممتاز، لكن استنوا خبر مني. مع السلامة. عفوا، طيب وشو الإجراءات هلا أستاذ؟ يعني نحن شو لازم نعمل؟ إيه فهمت. إيه عمته، يعني هي هيك عم بتقول عمته. فهمت عليك. طيب بس مع هذا كله حضرتك سأل واستفسرنا على الموضوع، يعني مشان نرتاح شوي. شكرا لك، ناطر تليفونك. شو كان عم يقول؟ والله إذا كانت قرايبته للولد وفي رابط دم بيناتهم، إذا ما عطيناه الولد أكيد فيها تاخده عن طريق المحاكم فتون. جان والله أنا ما ارتحت لبنوب لهالمخلوقة، قلبي من جوا ما ارتح لها. عم تفهم علي؟ ما فيني أعطيها سمعه أبدا. ما بقدر.
رح أطلع لفوق شق عليه وانزل. Sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat, ne gözü kara, ne dayanıklı yürek. Acıyor aynı yerden her işe rağmen. Ne akıl kâr ediyor, ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor o zaman. Ama ne fayda yaralım tepeden tırnağa herkes yaralım. Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Karayım ne Futun. Kadar tutabilirsin gururla bir kere. Ne gelen yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. Alıyorum aşka geri kalan mı? Suya söylerim gitti en son yalan mı? Aşkında en hesapsız kitapsız olanırım. Yaşamazsam kara kapıya kaydedin beni. ناجيه شو بك يا بنتي؟ كأنه مشغول بالك، صاير معك شي؟ ما في شي اسماعيل بيك، بكره موعد المحكمة وخايفة من يلي بده يصير. دخيلك انتي، ليش كل هالقد مكبرة القصة؟ شو بده يصير يعني إذا اتطلقتي من زوجك؟ إيه مو على الفاضي قالوا إنه العزوبية سلطنة. لك الحياة حلوة، عيشي كذا دريم، بسطي واعملي شو ما بدك. على أساس يعني هي نصيحة؟ عادي بنتي عادي لشوف شو بك عادي. ناجية روحي افتحي الباب. ليش هيك عم تزورني عمي؟ بدك أنا أقوم افتح؟ الأستاذ سنان. سنان بيك يا ابني، يا أهلين وسهلين. أهلين إسماعيل بيك، مرحبا مديحة خالد. أهلين. تفضل افطار معنا. شكرا كثير إلك. بصراحة في موضوع كثير مهم لازم أحكي فيه مع جنابكم. ما بيتأجل أبدا، ضروري أحكي فيه. ضروري؟ ايه اسماعيل بيك. ايه معناتها تفضل هنيك شرف، تفضل. تفضل عود. شكرا لك. خير ان شاء الله. والله مو خير ابدا اسماعيل بيك، وبصراحة ما بعرف كيف بدي فوت بالموضوع. احكي لك يا زلمة، صاير شي لزوجي؟ ليكون مات، راح زلمة. لك وين الكولونيا؟ اهدي مدام مديحة. اه يا تحسين، وين تركتني بأول شبابي ورحت يا تحسين؟ مديحة خانم، اهدي شوي لو سمحتي، تحسين بيك كثير منيح. وما في أي مشاكل بخصوص صحته. أفلسنا معناتها. هلأ رح أوقع من طولي. ناجية، ناجية جيبي الكولونيا. أنا ما قلت لك ألف مرة خلي أنينتي الكولونيا بكل زاوية من هالبيت. ما بتعرفي إمتى ممكن أوقع من طولي. لك اسكتي بقى مديحة كرمال الله، اسكتي اسكتي شوي. مديحة خانم، تحسين بيك بده يطلق حضرتك وبأسرع وقت. شو؟ يطلقني إلي؟ طلقني أنا؟ طلق مديحة؟ جوزي تحسين ما غيره؟ ناجية جيبي للكولونيا، هلأ صار في حاجة للكولونيا. مديحة خانم شكله بده يصير فيكي مثلي.
يا ريتك متت يا تحسين. لو متت ما كنت بزعل كل هالقد. مديحة خانم شو صار لمديحة خانم؟ سمعوا يا روحي، لك يا سمعوا انت دخيل قلبك، لك يقبرني هالوش. اها ما عم صدق عيوني، والله عم بيضحك بوشي. وقف يلا، ليش ما عم تشتغل؟ خلص شحنه يا فتون. فتون اركدي، سمعوا عم بيضحك بوشي. يلا فتون. لك شو صار؟ صاير شي لسمعوا جان؟ لك لا لا، مو صاير له شي، سمعوا اول مره بيضحك بوشي. جان، معقول عيطت هيك لأنه سمعوا ابتسم لك؟ ما أنك شايفه نايم سابع نومي؟ لك هو ما ابتسم لي، ضحك لي فتون، وضحكته كتير حلوة كمان. من خوفي طلعت من الدوش فورا، مو معقول. ما طلعت فيها يا أزعر، كانوا عيونك مغمضين. برافو عليك، برافو، ما شاء الله عليك، وما شاء الله عليها وعلى بياضة، شي بجنن. سمعوا يلا نام حبيبي نام. مين هذا الغليظ اللي جاينا هلا؟ اجانا ضيوف يا سمعو، تعال نشوف مين. بس يلا استنى. جان، مراد، صباح الخير. رفيف خانم، يا اهلين. ليش متفاجئه؟ إذا غبت يومين هذا ما بيعني إني تركت الشغل. شو هالحكي يا خانم، انبسطت بشوفتك. أنا طالعة لفوق، جيبي لي شي لأشربه إذا بتريدي. أمرك فورا. تركيا كلها صارت تعرف في حبنا يا جان، هلأ أنت إلي وما عاد تقدر تهرب مني أبداً. ماني مصدق عيوني رفيف خانم، طالعة كتير حلوة. شو هاد ملك؟ شو انتي ما بتعرفي انه ممنوع اشرب قهوة؟ عفوا، بعتذر منك يا خانم. روحي جيبي لي زهورات او عصير. فورا. هلا اكيد رح تنبسط مرت عمي. مع الولد اللي جاي حبي انا وجان زاد اكتر. اهلين وسهلين. مراد كيفك؟ منيح، وانتي؟ منيحة، أنا لازم حضر له الببروني. طيب، ليكي فتون، جبت لك معي شوية أغراض، قلت لحالي بتكوني مشغولة وما صح لك تنزلي تجيبي. شكراً كتير إلك مراد، كلك ذوق، عذبت حالك. ليكي فتون، أنا من شوي ما شفت شي وحياتك. يا فتون، سمعوا كمان ما شاف شي. اسكت جان، عيب، سكر على هالموضوع، ما تضل تعيد وتفتق بنفس القصة، عيب عليك. بشرفك فتون. يا فتون خير. اسمعي، شو الكريم اللي بتستخدمي لبشرتك؟ عفوا، عم تحكي معي شي؟ كيفك، شو عامل؟ انا منيح مثل ما انا فتون. لما شفتك تعبانة هداك اليوم، ولما قلتيلي إنكم عم تدوروا على حدا بيقرب ليزا، أنا رحت وسألت بطريقتي وقدرت أوصل لحدا بيقربها، يعني لقيت عمت ليزا. بصراحة معلوماتك قديمة كتير مراد، لأنه خلص تعرفنا عليها. إجت مبارح لعنا لحتى تشوف الولد. كيف يعني؟ إجت لهون؟ إيه؟ تفاجأت؟ عامل حالك ما بتعرف؟ مو انت اللي عطيه العنوان؟ احكي جان. فتون، اذا بتريدي بدي اياكي تطلعي على هذا الملف. شو هاد؟ هدول معلومات طلبتهم من الشباب بشركتنا، كل شيء بخص عمتها لليزا موجود بهذا الملف. والله انت مثل المحققين يا مراد. المفتش كاتجت، برافو. فتون، هي موظفة ببنك وإلى اسمها، دارسة جامعة وما تزوجت أبداً، ووضع المادي منيح. يعني إذا بدك رأيي، عطي الولد لهي الست من غير ما تترددي. برأيي فيها تتحمل مسؤولية الولد ودخل المادي ماشي حاله. وأخيراً تكلمت السيدة التي ترك جان تيكين عقد قرانه في منتصفه بسبب حبه لها. شو هالمسخرة هي؟
جان تيكين الذي ترك حفل عقد قرانه على زوجته السابقة فتون، الآن في انتظار مولود جديد من حبيبته رفيف. شو صار لك جان؟ لا ولا شيء أبدا. شو صار؟ شو في بالجريدة؟ شو مخبيهات لشو؟ شو بده يكون فيها فتون؟ خلاص قلت لك ما في شيء، خلاص أنا رح حل الموضوع وكذب الخبر، أنت لا تشغلي بالك بهالقصة نهائيا، ما في شيء. لك هات خليني أقرأ شو كاتبين. مع الولد اللي جاي حبي أنا وجان زادوا كأنه بلشت علاقتنا من أول وجديد. أحلى شعور بالدنيا هو شعور الأمومة، وخصوصي لما يكون جنبنا الإنسان اللي منحبه ويلي منثق فيه ومنأمنه. فتون بكفي، ما تكملي قراية. مو كل يوم بينذكر الواحد بالجرايد. بس دقيقة، بعد الخلاف اللي صار بيناتنا وهو مشكلة عادية، راح لعن فتون ليتزوجها، بس عارف بسرعة إنه هو غلطان وعمل كل هالشي بس لحتى يجاكرني مو أكتر. حلو كتير جان، حلو كتير. لا تعملي هيك يا خانم، الحياة بدها تستمر. اليوم يومك، كزدري وطلعي وعيشي حياتك، انبسطي، الحياة ما بتوقف عند حدا، مو هيك قلتيلي؟ بلا لعيك ناجية، بلا لعي. الحكي من برا سهل على البني آدم. تركيني مع حرقة قلبي، بدي ضل لحالي روحي. تركي الكولونيا من إيدك. بالإذن. آه يا بنتي، أنا كمان لما سمعت الخبر تفاجأت كتير مثلك، بس رح أتصل بتحسينه وأسأله وأفهم منه شو القصة. برأيك هي عملة بتنعمل بست مثلي عمي؟ ما عمل حساب للعشرة وكسر خاطري. بعد هلأ صعب كتير إرجع لوعي وتحسن. ما تقولي هيك يا بنتي، ما تقولي هيك، روقي شوي، أنا بعرفك ست قوية، لا تفرطي. قلبي من جوا والع في النار، النار عم تاكلني أكل، حاسي رح يطلع نهر من تمي. بس انت ما فيك تفهمني، كيف رح تفهم شعور انه حدا يتركك؟ اذا في حدا ممكن يفهمني. انا عرفت مين رح يساعدني. شو صردك مديحة؟ اللي شرب من نفس الكاس بيفهمني، بس اللي شرب من نفس الكاس. يا ربي دخيلك، شو صردك مديحة؟ شوي بتضحكي وشوي بتبكي، شو جنيتي؟ أنا بدي روح عمي. لوين؟ لعند القزمة فتون، هي الوحيدة اللي ممكن تفهمني، هي أحسن وحدة بتفهم شو يعني إنه حدا يترك التاني. ما حدا بيشفق وبيفهم على حالي غيرها هي. ناجية، نادي للشوفير اللي له رايحين على بيت فتون. مديحة، فتون وبس، ما في غيرها بيوقف جنبي بمحنتي. مديحة دليلي شوي، لك وقفي، وقفي بقى. لازم نقنع فتون، نحن لازم نعمل كل جهدنا، بس كمان ما لازم ننطر القناة كتير، يعني لازم نقنع فتون من جهة وما ننطر القناة من جهة تانية، يعني لازم أقنع فتون وحل الموضوع من غير أي مشاكل. شو عم تساوي؟ عم سجل ملاحظاتك. وقاعدة عم بتطقي بالعلكة قدامي؟ شو فيها؟ انتي فهمانة شو عملتي؟ لا هنادي خلاص، العلكة ممنوعة، ممنوع من عم بدها نشوف علكة بيتم أي حدا بالشركة حتى أشعار آخر، مفهوم؟ بلعيها لشوف، بلعيها، بلعيها، زلطيها، يلا، يلا، بلعيها. بلعتها يا خانو. إن شاء الله مجاري لهنا. إيه، وهلأ شو اللي سجلتي عندك؟ يلا قولي لي لشوف. لازم يتم إقناع فتون ورح نماطل القناة، وإذا راح الشغل بيجي غيره أكيد.
جيهان بتعرفي شو؟ أكيد ما بتعرفي. بصراحة أنت مالك لزوم بهالمكتب أبدا. ليش؟ طلعي طلعي. بتأمريني أعمل أي شيء تاني لحضرتك هنادي خانم؟ طلعي لبرا، طلعي وحاولي إنك تعملي شيء مفيد للبشرية، بس ما تضلي هون. وقفي بالزاوية وعملي حالك شمعة. حاضر هنادي خانم. طلعي طلعي يلا. فتون رح تجيب آخرتي، أكيد رح تجنني. لك أنا بقلها أنت عن قريب رح تصيري النجمة تبعي ورح خليكي نجمة مشهورة، وهي بتجاوبني لازم فكر هنادي خانم. لك أنت بشو بدك تفكري؟ بشو فتون؟ أنا عم فكر مكانك، أنت لشو توجعي راسك بهيك أمور؟ بشوفك. مع السلامة. نحكي بعدين. ولا يهمك. وبدي إياكي ما تضايقي حالك بسبب هاي المقالة، ماشي؟ مراد، شو رأيك نطلع نتعشى سوا؟ متأكدة؟ طبعاً متأكدة، يعني لو ماني متأكدة بسألك، يعني طبعاً إذا ما كنت مشغول. لا منروح منروح، ما في مشكلة، ما عندي شيء. تمام، معناتها بشوفك المساء. اليوم جان رح يضل عند البيبي لأرجع معه. شو؟ لا مستحيل. لك أنا مستحيل ضل عند الولد لحالي، أنا ما بعرف شو بيصير معي، ما بتزبط. يا الله دخيلك، بعدين بركي فاق بالليل وبكي، أنا شو بدي ساوي؟ خلص مراد لا تاكل هم، بشوفك المساء. الله معك، باي باي. يا شو انت جنيتي على الآخر يعني؟ كيف بدي دير بالي على الولد لحالي أنا؟ كيف بدي دير بالي؟ إذا مانك أكلي همي كلي همه لسمعه. بعدين أنت ما بتعرفي أنا قديشني واحد مهمل ومفزلك وشايف حالي، ومن هذا الحكي يا فتون كيف بدك تتركيني أنا والولد لحالنا؟ كيف يعني كيف؟ جان ما تكسر إيدك وتشحد عليها، مفكر إذا سويت هيك رح أشفق عليك؟ إذا صار شي بتتصل فيني، وإذا ما رديت بتتصل بأمك، وإذا ما ردت أمك دق لرفيف. ما في حدا بالدنيا ممكن يساعدك أكتر من رفيف اللي عايشة عواطف الأمومة، بالوقت اللي كل الدنيا سمعت بعلاقتكن وعم يحكوا فيه وما لهم سيرة غيرها. بتديروا بالكن على الصبي مع بعض، تتمرنوا. لك يا فتون أنا بشو بدي أحلف لك إنه قصة المقال ما كان عندي أي علم فيها، يعني أنا مالي علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد، بشو بدي أحلف لك؟ صدقيني. دقيقة، أنا رح أروح فوراً وحل هذا الموضوع، ماشي؟ وبتشوفي، أنا بورجيكي، رح أروح، ماشي؟ رح أروح حل الموضوع، ها؟ فهمتي؟ بس لو سمحتي يا ريت تلغي لي قصة العشاء، يعني يلا جان، يلا رح أروح رح حل الموضوع. يلا جان رح يحله، ليش أنت لليوم شو المشكلة اللي حليتها بحياتك؟ يا الله دخيلك، أنا ما كان ناقصني غير قصة الجريدة والمقالة، أوف! بعدين منين طلعوا لي بقصة العشاء هي؟ مو ناقصني إلا مراد. نعم هنادي خانو. ألو فتون حبيبتي، كيفك؟ وكيف البيبي؟ منيح، كيف بده يكون؟ بيبي مثل غيره. دخيل قلبه أنا، دخيل قلبه أنا، ما شاء الله. حبيبتي من كم يوم حكيت لك عن برنامج تلفزيوني وقلتي لي إنه رح تفكري بالعرض، شو صار معك؟ أنت شو قررتي؟ فكرت بالموضوع بس هنادي خانم أنا ما رح أقدر وافق على العرض. فتون اسمعيني منيح، عم بقول لحالي يا بنت ضلي ساكتة، بس أنت غبية شي. كيف؟ أنت غبية شي؟ الست رفيف طالعة وعاملة مقابلة طويلة وعريضة وماسحة فيكي الأراضي، مزبوط؟ ومو بس هيك حاملت لي قصة الأمومة ودايرة فيها، وانتي لسه أنا ما رح أقبل وما بعرف شو. ليش ما رح تقبلي؟ ليش ما رح تقبلي؟ أنا اللي واقفة بظهرك فتون، أنا اللي عم ساعدك، هنادي على سن ورمح أنا، بدل ما ضلي قاعدة بالبيت مثل الهبلة لازم تقومي على الشغل. طبعاً ايه معك حق وكتير كمان هنادي خانو. طبعا انا موافقه اشتغل. بس شو كان العرض؟ المهم شو ما كان ما بيهم، انا قبلانه فيه وخلص مثل ما بدك. هلا رح يعرفوا مين فتون. ها برافو عليكي فتون، برافو برافو. هي فتون اللي انا بعرفها وبحبها. اسمعي لقلك، انا رح اخذ لك موعد عند الكوافير بكره، اوكي؟ ما تتحركي من مكانك ابدا لانه انا رح ارجع اتصل فيكي. بوسات. امرك مطاع هنادي خانو. والله كأنه صح صحت شوي عن جد، هالمخلوقة كأنه تنفض مخ البني آدم وبترجعه خلنج وبتخلصه من الكركبة والله. لك رن 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 رن
لك هذا البيت في ولد رضيع هلأ ما بيصير يرن الجرس كل شوي. بكفي بقى، لازم لاقي حل فورا. لك مديحة بكفي بقى، في ولد نايم جوا هلأ بيكون فيها حرام. ممكن يفيق عمي، ممكن يفيق. ايه وشو فيها اذا نايم؟ بيرجع بينام بيبي، لانه بينام وبيفيق. شو هالقصة الكبيرة؟ قاتلة الشاكوش رح تشقفنا اذا بتدفننا هون كمان، ما حدا رح يعرف القصة. لازم ننفذ بجلدنا. يولي شو صار؟ رن يلا رن لشوف، سمعني صوتك. ليش خرست؟ ليش خرست؟ عمي انت كبير ولا شو؟ انت ذكي ولا شو؟ يلا رن لشوف ولو سمعني صوتك. عم تحكي مع الجرس فتون؟ وهلا صار دوركم انتم. بلشي بعمي بالاول بترجاكي. انا اسفه كثير جدي، طقوا فيوزاتي على الاخر. اهلا وسهلا، تفضلوا. اخ لو تعرفي شو صار فيني يا فتون، اخ لو تعرفي. اخ شو صاير معه؟ ما تذكريني ابدا. طيب ماشي، ما رح ذكرك بنو. اخ ذكريني، حلفتك بالله تساليني وتذكريني. خلص مديحة خانم، خلص تفضلي فوتي لجوا. ماشي تفضلي تفضلي جدي. عندي غير موديل وأكيد رح يعجب حضرتك، رح أجيبه فوراً. شو رأيك؟ حبيتي لونه علي؟ أي حلو كتير مدام، شوي كبير. شوفي غيره إذا بتحبي. وماني حابة اللون. تفضلي هذا رح يلبق لك كتير. هيك رأيك رفيف خانم؟ صراحة أنا كتير بوثق بذوق حضرتك. شكراً كتير إلك. فيني جرب الفستان؟ طبعاً. بالمناسبة مبروك، نسيت بارك لك. عشو؟ معقول نسيتي؟ قريت الخبر بالجريدة الصبح. شكراً إلك. هذا أكيد رح يلبق. شكله البابا كمان وصل. بالإذن منك. إذنك معك. تفضلي. أهلا وسهلا جان، شو اللي جابك لعندي هلأ؟ رفيف فينا نحكي شوي؟ ايه طبعاً منحكي، طلع لفوق على مكتبي وهلأ بلحقك. لعم على هالمسخرة، زعلت معجبينك كتير يا جانتيكين. انت كيف بتعمل هاي العملة بفتون دينج؟ قال مع الولد اللي جاي كبر حبنا أكتر؟ هذا حكي بينحكى؟ جان كيفك؟ شوفي من كل عقلك عم تسألي هالسؤال؟ عم تسأليني كيفني وبكل وقاحة؟ لك شو هالفضيحة اللي نازلة بالجرايد رفيف؟ عم تقول فضيحة بالجرايد؟ ايه؟ لا هي ما لفضيحة جان، وأنا عجبتني كتير ورضياني عنها كمان. فيك تفهميني بس كل هذا شو كان إله داعي رفيف؟ أنا بقلك شو كان إله داعي، أنا كمان ست وعندي كرامة جان، عرفت شو؟ رفيف بما انك عملتي هيك شيء ورحتي وعملتي هديك المقابله، ليش لحتى تدخلي فتون بهذا الموضوع؟ ما بكفي لهلا كل شيء سويتيه؟ وشو فيها يعني؟ ما تكون زعلت ست الحسن. اي نعم زعلت. جان انت بتعرف العالم شو سموني؟ خربت بيوت، وعم بيقولوا من غير ما تستحي راحت عملت معه علاقه وحبلت منه كمان، وانت لانك ما دافعت عني انا كنت مجبوره اني دافع عن حالي. لك شو بدك ياني ساوي؟ كيف بدي دافع عنك اكثر؟ ها انا ما عم ساوي كل شيء عم تطلبي مني لحتى تكوني مرتاحه. يلا جاوبيني، انا مالي واقف جنبك وجنب البيبي طول الوقت، شو بدي اعمل اكثر من هيك؟ لهذا السبب بالضبط عملت اللي عملته. انت معي بس كرمال البيبي جان، مو لانك بتحبني او لاني انا بهمك، انت هون جنبي بس لانه ضميرك عم بيعصبك. خلصنا بلا حكي فاضي رفيف. مو هي الحقيقه جان؟ قولها معناتها، قول انك بتحبني وانه لو ما كان البيبي كمان كنت رح تكون جنبي عطول. فيك تقول هالحكي هلا؟ انا ما بدي ضايقك اكثر من هيك، بس انت كمان افهمني، يا ريت تقدر وضعي وبس تروق منحكي. للاسف ما ضل شي بيناتنا لنحكي فيه. معناتها سميته الأزعر إسماعيل مو هيك يا فتون؟ أثر فيني كثير. جدينا أنا فكرت حالي رح جن لما المحامي قال لي إنه تحسين رح يطلقني. بالأول دخن وغبت عن الوعي،
بعدين بهديك العتمة اللي كنت فيها أنت خطرتي ببالي فجأة فتون، أشرقتي مثل الشمس على حياتي، أنت قدوتي فتون. حكيك فرحني كتير يا خانو، بس أنا لهلأ ما فهمت شو سبب الزيارة، يعني شو فيني ساعد حضرتك مديحة خانو؟ جيت لأنك أنت كمان بتعرفي رجال عيلة تيكين مثلي، أنت كمان انطعنتي، أنت كمان انتركتي، وفكرت وقلت لحالي ما حدا بيفهم على وجعي غير فتون، ممكن العكس؟ آه مستحيل طبعا، بس اللي بيدوق طعم الخيانة هو اللي بيعرف. بالأول حسيت نهاية الدنيا وما كان بدي أطلع لبرا أبدا، وأقرب أصدقائي كانت الشوكولا. بس دقيقة خليني سجل هالملاحظة. سجلي عندك سجلي، الشوكولا مهمة كتير، منيحة كتير، بتفجر هرمونات السعادة. بس دقيقة، أولا ما تطلعي لبرا، ما تطلعي. ثانيا الشوكولا، شوكولاتة شوكولاتة، بس تكون صودا لأنه سعراتها قليلة. أنت رح تاكلي شوكولا كتير. عمي برجعتنا خلينا نشتري 4-5 صناديق شوكولا. حاضر. ماشي. شو كمان؟ تتمني للحظة أنك تزتي حالك من على جسر البوسفور. عمي برجعتنا خلينا نمرق من على الجسر لأنه في عندي شغلة صغيرة لازم حلها. وبعدين الحياة بتلعب لعبتها المجنونة وبترجعي بتتعلقي فيها من أول وجديد. آه لك بذرة رجال عيلة تيكين هدول كلهم بدهم حرق بالكبريت. هوب هوب أنا واحد منهم شو سيتي؟ لا مو قصدي عنك جدي، كلامي ما بيشملك أبدا، بعتذر منك. مظبوط اللي عم تقولي. أنا ليش لحتى روح على الجسر؟ أحسن شي خليني روح وأخنق تحسين، مو أحسن؟ يعني مديحة خانم بلا ما ننجرف بالقصة كل هالقد. بدي انجرف، ما عاد عندي تبي. شي اخسره. لا شو تنسي كمان؟ شي ها أروشان، وين ما كنت ابني ترك كل شي من ايدك وتعال على بيت فتون فورا، الموضوع كتير كبير وحساس، ابوك ناوي يطلق امك. شو؟ جدي انت شو عم بتقول؟ مين بده يطلق مين؟ يا الله دخيلك، بعدين شو دخل طلاق امي وابي بفتون؟ لك يا ابني فتون وامك حطوا راسهم براس بعضهم، وشايف لك رح تروح عليك لك ابني. خلص جدي انا جاي جاي، قربت اوصل، انا قريب منكم، انت لا تاكل همشي شوي وبشوفك. لك شو هالمصيبة اللي اجت فوق راسي؟ ما كان ناقصني غير امي وابي يتطلقوا لتكمل معي. شو عم تفصل بوشي يا جانبيك؟ بس أنا بعرف كيف خليك ترد علي. ألو؟ مرحبا ناجي بيك، عمال حسابك جايين أنا وجان المسا على المستشفى. جدي مو شايف إنه الوضع صار خطير؟ استنى وهلا بتشوف. يسلم لي هالمخ اللي عندك يا فتون، ايه بعمري كله ما خطرت لي هيك فكرة. مديحة خانم ليكي. لا فتون، بدك تشيلي هاي خانم من آخر اسمي لو سمحتي، قولي لي اختيو. أنا برأيي الأحسن ما نكون مقربين لهالدرجة. بدي قلك شغلة مديحة خانم، بس بلا زعل، يا ريت لو حضرتك كمان انتركتي على طاولة كتب الكتاب. لشو عم تحكي هيك؟ لأنه وقتها ما كان جان رح يولد وما كان احترق قلبي أنا كمان. إيه بس مو جان اللي حرق لك قلبك. لكن مين؟ أنا. أنا شو عم أقول هلأ؟ أنا وين؟ أنا مين؟ إيه؟ شو بيعرفني أنا؟ مين بتكوني أنتي لحتى تحاسبيني يا قزمي؟ قوم جدي قوم، احترق الفيلم. إيه لا ما تفاجأت، ما تفاجأت أبداً بتصرفاتك، وأنا مثل الهبلة صار لي أكتر من ساعة عم بسمع نواحك، صرعتي لي راسي على سق ونق، الولد من الصبح ساحب لي طاقتي. استنوا دقيقة دقيقة، أنا شو إلي شغل بالدراما العائلية تبعكن هاي؟ أصلاً كل حياتي قلبي لفيلم تراجيدي وما كان ناقصني فيها غيركم. مديحة يلا بنتي خلينا نمشي. لك فتون حاجة تعيطي، خوفتي للولد. جان معه حق، الولد رح يخاف هلأ، بس مجرد هالولد ما يبكي تعرف شو رح أعمل فيك؟
تعملي فيني أنا؟ ليش عم تحكي معي بهالطريقة هي؟ لأنه كل الذنب ذنبك، إيه؟ كل الذنب ذنبك أنت جان. يلا خلينا نطلع من هون عمي، حاسة حالي رح اختنق منا. بخاطرك فتون. الله معك جدي، مع السلامة. بخاطرك. لا تطول فيني كفيني، مو ناقصني، طالعني من كوخ هالقزمة هي بأسرع ما يمكن. يلا يلا امشي امشي. خاطركم. جيت لتواسيني، نزعت لي مرائي. حبيبي سمع، خلص ما تخاف حبيبي. اتفقنا؟ ما تخاف، هي بتضل تعيط مثل المجنون. عفوا؟ جان بيك، أنت ليش قاعد هون؟ ليش ما مشيت معه؟ شو يعني ليش قاعد هون؟ شو قصدك؟ وين بدي روح؟ ممكن يكون عندك شغل أهم، عندك شي مقابلة مثلاً، أو ما فيك تترك أمنا الحنونة رفيف. يلا فتون لو سمحتي، في مجال تسمعيني شوي بس؟ يلا ما بدي اسمع حجج وأعذار، أصلاً سمعت بما فيه الكفاية وما ريحت راسي. يلا يلا هات الولد عنك جان. يلا تعال حبيبي تعال، مليت من عمك جان ما هيك؟ ما شاء الله على هاللسان اللي عليكي، ما بيفوت لحلقك. يلا المسا بكون عندك. بلا ما تجي. لا تعال، المسا رح اطلع اتعشى مع مراد، وانت رح تدير بالك على الصبي. طيب اذا بكره على ماشي ماشي خلص بتريحني. خلص منحكي بعدين. الله يصف عمرك يا تحسين، هيك بتعمل مني مسخره قدام العالم هيك؟ جدي انا حكيت مع ابي هلا وراسه وقلب سيف الا بده يطلقها، قال لي انه امك ماتت بالنسبه لي وما عاد تعني لي اي شيء، شو بدنا نعمل هلا؟ انت بتعرف انه ابوك ما بيجاوب على تليفوناتي. شو بكون عم تتهامس وانت وياه؟ شو عم تخبوا عني؟ يلا جاوبوني، في وحده ثانيه ما هيك؟ اكيد في ست ثانيه، أي اللي اسمها غيدة أو وحدة غيرها. كيف أنا صدقته لأبوك المقوص لما قال لي ما في شي بيناتنا؟ لك يا أمي أي ست تانية، أنت منين بتجيبي هذا الحكي؟ أنا وجدي كنا قاعدين عم نحكي عن بخاخ موبيليا يجي بخلي الطاولة اللي عندي، ما عم نحكي عني. أنت كمان انحبست هون يا قلبي، روح وحافظ على حبك، أبوك ما قدر، حافظ عليه أنت. طيب لكان أنا هلأ رح أطلع، فتون ناطرتني. مين جاب سيرتها لهالقزمة هلأ؟ آه؟ كمان أنت مثل أبوك ما بتعرف مين تحب؟ رح تجننوني. جدك كمان كان هيك، حماتي المشحرة شافت الويل منك. يا الله رجعت الأسطوري من أولها، مشان الله لا تدخليني بقصصي. يا جماعة أنا لازم أطلع، بتبلش مناوبتي الساعة 8. أمي أنت كمان طولي بالك شوي، ما في شي مستاهل، بكرة بتمرضي، روقي شوي. تعي يلا بخاطرك جدي، الله معك. مرحومة تعذبت كتير، شايفتي هاد مو قليل بنوب. آخ يا سمعو آخ، من هلأ كسرت لي ظهري، كيف بدي شيلك بس تكبر كمان شوي؟ آخ أنت بس تصير بعمر السنة رح تصير طولي، طبعاً إذا ضلينا مع بعض لوقتها. الدادا جان وصل. سمعوا نايم، وإذا فاق بتعطي الببروني، وإذا ضل نايم ما بتفيقوا، فهمت؟ أنا طالع حضر حالي، باي باي. بيسلموا بالأول. دخلك وين رح تتعشوا؟ يا أحسن روحوا لوين ما بدكن، ناقصني عهات؟ حاسس حالي رح موت من الجوع. قالوا ناجي بيك، أنت زبطت كل شي مثل ما قلت لك؟ ليك إذا ما زبطت القصة أنا بروح فيها وبتزعل مديحة خانو، أنت رح تكون هنيك؟ طيب ماشي، أنا كمان رح كون على الموعد، مع السلامة. Günlerin hayatındaki en büyük kamburlar. Milyonlarca kambur. Ama zerre kadar faydaları dokunmaz. وانا فوقه كمان بدي افتح له لمراد بيك، شو هالمسخره؟
جان وين فتون؟ ما بعرف، يمكن تكون هربت من البيت. تضرب شو انك وقح. العمى العمى. اهلا وسهلا. طالعة كتير حلوة. ايه دخيلك، قلت بظبط حالي شوي يمكن ترتاح نفسيتي. ايه برافو عليك مراد، عن جد شكرا كتير إلك. انتوا ما تأخرتوا ولازم تطلعوا؟ بصراحة بكير لسه، شو رأيك نشرب قهوة؟ ايه منشرب معنا وقت. شو رأيك نشرب قهوة؟ فوتوني اعملي لي فنجان قهوة يلا بسرعة. شو قلت؟ ما عاد قيمي ابدا. شو بتحب تشرب؟ لاتيه، موكا؟ عم بمزح معك. عنا قهوة مفلترة وقهوة تركي. حي الله ما بتفرق. تفضلي. شو أخبارك؟ عمل لأنه قاعد حالياً لا شغلة ولا عمل. عن جد كتير صعب يقعد الواحد بلا شغل. ايه صح. ألو جان. ألو رفيف. عندي مغص كتير قوي جان، أنت لازم تيجي لهون فوراً. رفيف وقفي وقفي، شبكي انت منيحة؟ شو؟ تعال فورا كتير عم توجع. طيب طيب جاي لعندك سكري. جان خير شو صاير؟ رفيف تعبانة ما بعرف شو صار له، أنا رايح لعنده ماشي؟ طيب الله معك. اللي ناجي بيك وصلت على المستشفى؟ طيب ماشي نحن جايين بعد شوي. جنبك خير ان شاء الله، شو عم تعملوا هون؟ دكتور هي حامل وفجأة اجاها مغص قوي، ما بعرف شو اللي صار معها، في مجال انك تساعدنا لو سمحت؟ طبعا تفضلوا لجوا. لا 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 ما في داعي، ما بدي دكتوري الخاص انا. لك رفيف ما بنعرف اذا الدكتور بالمستشفى ولا لا، بلا ما نضيع وقت، خلي الدكتور يفحصك، شو هالقصة يعني؟ لا هون هو بالمستشفى. رفيف خانو مين دكتورك الخاص؟ لحتى ابعت وراه. الدكتور ناجي. قلتي لي الدكتور ناجي؟ يا الله دخيلك، مو سامع عمي هالاسم. ليكني رفيف خانم، ليكني هون. خير خير شوفي طمنوني. دكتور ناجي مالي قدرانة اتحمل. ما تقلقي ابدا، رح اخذك على المعاينة. فيكي تمشي ولا لا؟ طبعا فيا تمشي وبتركض اذا بدك. شو مانك شايف قد ايه تعبانة؟ دقيقة لجيب للكرسي بس. لا انا بمشي. رفيف خانم تفضلي. رفيف خانم لو سمحتي. يلا حبيبتي ارتاحي ارتاحي. جنبك تفضل معي. شكرا لك عز الله. معنا دكتور. معقول يكون مبلش عنا جديد؟ عم شم روايح حلوة كتير فتون خانم. والله رح تاكل أكلة ما رح تنساها. رح خلص يلا جاي أقعد. شكرا لك كلك ذوق. شفت؟ شفت شو كنا ناويين وين صفينا؟ مراد كرمال الله ما تواخذني على هالعشا البسيط. شو هالحكي، أنا مبسوط لأني معك. وأنا كمان مراد. أصلاً كنت خايفة أترك سمعه لحاله مع جان. المهم أنا مبسوطة مع أني لبست على الفاضي. ليش على الفاضي يا فوتون؟ يعني حتى لو ما طلعنا تعشينا برا بس ليكنا عم ناكل سوا. بعدين المهم أنه أنا وإنتي نكون قاعدين مع بعض ولحالنا. وبحب لك ايه انه التوست عن جد طالع كتير طيب. يسلموا ايديكي. ما تبالغي كتير، كله شقفة التوست. من ايدك حتى لو كان سم ما عندي مشكلة. صحتين وعوافي.
طمني كيف وضع دكتور؟ اللي خف الوجع، أموره بخير هالمرة، بس على شوي كنا رح نخسر الجنين. كيف يعني؟ ليش؟ زعل، توتر، صدمات مفاجئة أثناء فترة الحمل كاملة، لازم نبعد عن كل هدول. وبما أنه هلأ تجاوزنا الخطر، لازم ننتبه كتير بالأيام الجاي. ماشي رفيف خانو، ما لازم أنها تتوتر أو تعصب من أي شيء ولأي سبب كان. والأهم من كل هاد، في شيء لازم تعرفه، إذا صار عنا خطورة على الجنين ممكن نخسر الأم والجنين، لهيك لازم تنتبه عليهم كتير منيح. فهمت عليك، أنا بتشكرك دكتور. فيني هلأ فوت لعنده وشوفها؟ طبعا طبعا طبعا، بس إذا بتريد حاول ما تتعبها. ماشي، شكرا لك. تفضل. أوه شكلي مثلت الدور منيح. أوه. رفيف، حاسة حالك أحسن؟ ما أحسن، الحمد لله أنه الولد ما صار له شيء. رفيف أنا آسف على اللي قلت لك يا اليوم بخصوص اللي نشر بالجريدة، بعرف إني ضايقتك، أنا بعتذر منك. أنتي ما بتستاهلي أبداً الشيء اللي قلته. أنت كمان معك حق، وأصلاً أنت متحملني بس كرمال الولد. رفيف شو هالحكي هاد؟ لا تقولي هيك. بس هي هي الحقيقة، أنا عم شوف هذا الشيء بعيوني، وكأنه مو أنت جاني اللي حبيتني كل هالسنين واستنيتني، حتى أنه قبل ما نعيش مع بعضنا داق خلقك ومليت مني كمان. حاج بلا حكي فاضي، على أساس رح نتزوج، ولهلأ ما حكينا ولا مرة عن العرس، حتى كمان أنت ما تقدمت لي وطلبت إيدي. رفيف بتقبلي تتزوجيني؟ بلا مسحك هلأ. بس أنا ما عم بمزح، بس عرض الزواج ما بيكون بهالطريقة. رفيف بتقبلي تتزوجيني؟ جان عن جد أنت بدك يانا نتزوج؟ شو هالسؤال؟ أكيد بدي، معناتها أنا كمان أكيد قبلاني أتزوجك. عن جد كانت سهرة كتير حلوة، بتشكرك على كل شيء فتون. وأنا كمان انبسطت. ليكو سمع وفاء، بس بتعرف شو؟ حطم رقم قياسي بالنوم. شكله كان بده يانا ننبسط بقعدتنا. المهم رح أطلع لفوق هلأ بلا ما يبكي، ما بيطوعني قلبي اسمه عم يبكي. يلا بشوفك، باي باي. يلا باي باي. الله معك. Thank you.
ليك جاي جاي خاطر. شو يا حلو؟ رح تطلع طيبة كتير. ليش؟ لأنه خالي فتون عملتها. مين جاينا هلأ؟ أف. الحمد لله أنه خلصت من الجرس. صباح الخير، فيني فوت؟ طبعاً، تفضلي. آه يا روحي، أنت هون يا حبيب قلبي. هداك اليوم ما شفته منيح، لهيك جيت وقلت بجي بشوفه بالنهار لحفيدة. عملتي منيح يا روحي، مو قلت لك لا تخاف. شوف لكني جيت لعندك. كنت رح أعمل قهوة لحالي، بتشربي؟ إيه طبعاً طبعاً بشرب، شكراً. فيك تشربي هاي لسمعه إذا بتريدي؟ تكرمي. ممكن ما تقرب التليفون كتير على وشه مشان ما يضره؟ طيب ماشي. ليلي كيف حاسي حالك؟ يعني أحسن شوي. عفواً. ألو نعم فتون. ألو جان؟ وينك؟ رفيفة منيحة؟ إذا فيك تتركها تعال، مها عمت ليزا عنا. إيه فتون، وإذا يعني عمت ليزا عنا؟ إيه عادي، هي من أبسط حقوقها أن تيجي لعنا وتشوف الولد، صح هذا الحكي ولا لا؟ جان ما تجنني هلا؟ مو قلت لك أنا ماني مرتاحة لهالمخلوقة بنوب؟ لك بلكي هي أخذت سمعه وراحت؟ بعرف إنه ما فيها تعمل هيك شي، بس كيف لو عملتها؟ أنا لحالي شو أعمل هلأ؟ أنا مضطرة أسكر مشان روح أقعد معها. طيب. شوفي جان، شو اللي زعجك؟ رفيف أنا لازم روح هلأ. لوين جان؟ قرايبة الولد عنا بالبيت، وما فيني أترك فتون لحالة معه. قلت قرايبته؟ جاي لحتى تاخد الولد، بس في شوية أمور وإجراءات قانونية لازم نحلهم بسرعة. يعني الولد طلع عنده قرايب وكمان بدهم ياخدوه؟ نشكر الله، هو أخيرا رح نخلص من هالموضوع. طيب إذا هيك روح، أنا خلص صرت منيحة. تفضل. أنت متأكدة أنه بتقدري تبقي لحالك؟ لا تشغل بالك، روح أنت وحل الموضوع مشان كلنا نرتاح. يسلموا إيديكي. صحتين وعوافي يا روح خالته. نمت دخيل هالوش دخيله. ليش ما شرب الببروني؟ لأنه نام. لو أنت طعمتي الببروني بدل ما تصوري يمكن ما كان رح ينام، ما هيك؟ فتون كأنه عم تلاقي صعوبة مع هالصبي. بنو أنا كتير منيحة، عم بتعود على وجوده بحياتي. ما بتوقع، مبين عليكي تعبانة كتير اليوم عن آخر مرة. لا أنا منيحة كتير، وسمعه منيح. سمعه لكان ما؟ ايه طبعا سمعه. ايه بصراحة هالاسم ماني حاسسته مناسبه. مها خانو، من الآخر قولي شو بدك؟ معقول ما بتعرفي شو بدي منك؟ نسياني إنه البيبي بيكون ابن بنت أخي؟ طيب ومتوقع أنك رح تقدري تربي الولد؟ لأنك وحدانية مثل ما بعرف. أنتي عم تجمعي معلومات عني؟ لا أبداً، العفو منك، كل القصة أني عم حاول أفهم وضعك. اسمعي لقلك فتون،
أنا رح أخده للولد. إيه بتعطيني إياه بإيدك أو رح أخده بقرار من المحكمة. ما تحلمي أبداً أني رح أعطيكي سمعه بإيدي يا مها خانو. ما عم بفهم ليش بقى؟ أنتي ليش عم تصعبي الأمور كل هالقد؟ فهميني شو السبب؟ رح أقلك شو السبب؟ لأنه من وقت ما أجيتي لحد هاي اللحظة اللي قاعدين فيها هلأ ما فكرتي تحملي سمعه بحضنك ولا مرة، وما جربتي تلمسي خده بإيدك، وما شميتي ريحة الصبي، وما جربتي تبوسي لك، حتى ببرونتو حضرتك ما تنازلتي وطعميتي منها غير شفتين. عفواً، حضرتك عن جد بدك تاخدي لسمعه؟ متأكدة من هالقصة يعني؟ أنتي مين مفكرة حالك لتحكي معي بهالطريقة الوقحة؟ ليكي أنا ماني مجبورة أثبت لك أي شيء، فهمتي؟ فوراً أنا رح روح وبلش بالإجراءات القانونية. روحي فوراً بلشي، ولا تنسي لما أخذ حق الوصاية ما رح تشوفي وشه مرة تانية بحياتك، ما رح أسمح بهالشي هاد أبداً. ما تعيطي، روحي بلطي البحر. دبل شبابي بسببك يا تحسين، وصفر وشعراتي، وهلأ زتتني وما عاد قدران تطلع بوشي. لا، وبعت لي المحامي بعد ما حضر الوراق كمان. رح حضر أنا كمان، رح حضر. مديعة، تركي هالصورة من إيديك، حاجة بقى زودتيها. أنت ست واعي، لك أنت لازم تكوني قوية كرمال تقدري تلحقي تشوفي أحفادك وتلعبيهم. حاجتك ولدني. أنت معك حق عمي، معك حق باللي عم تقوله. أنا لازم أنفض عن كتافي غبار التعب تبع كل هالسنين. اعتبارا من هاللحظة ما رح أعيش إلا كرمال حالي وبس، ورح كذب وصيع وعوض سنين الشباب اللي راحوا من عمري. تحسين أفندي بده الطلاق، مزبوط؟ ماشي الحال، أنا كمان رح طلقه. أنا رح طلقه بالأول حتى، فيني أعمل هالشي؟ وهذا هو المطلوب يا بنتي الغالية. أنتي يا روحي يا بنتي، لو مالي أبوك انتلت عنه أني الأصل. اللي ما بده يعني أنا ما بدي إياه، بس هالقصة ما رح تتم بسهولة مثل ما لو متخيلها تحسين أفندي. أنا رح أخذ حق الوصاية عليك. وصاية علي؟ شو شايفتيني ولا؟ ما بهمني إذا كنت ولد ولا مو ولد، أنا ما رح أتنازل عنك. إذا بده يشوفك تحسين بسمح له بآخر الأسبوع تطلعوا مع بعض على الحديقة وبس. أستغفر الله على الشر. المهم ما تشغلني هلأ، أنا لازم روح عيش حياتي وجدد شبابي. يلا بخاطرك. يا الله، كان عنده انستغرام عائل شكله طار. مسكينة. سمعوا، انت ما حبيتها مثلي لعمته؟ ما رح ورجيها العين الحمراء. اذا انا ما كشفتك على حقيقتك ما بيكون اسمي فتون. ولك انا فتون على سن ورمح، مو علي هالحركات. انا فرجيكي جان كمان وصل. شو اللي صار فتون؟ اسألني شو اللي ما صار. حبيبي سمعوا، انت منيح؟ وقف وقف وقف، رح نطلع. لوين؟ بدنا نروح أنا وياك لعند الخالة منور. ما في حدا غيره بيعرف شو هو الوش الحقيقي للي اسمها مها وشو ناوية تعمل. الخالة منور إما لليزا؟ الخالة منور يلي كانت مفكرتني زوجة؟ ايه؟ ما تأخذيني أبدا فتون، أنا ما فيني خاطر بحياتي وجازف المجازفة. لا 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 لا، رح تجازف، وفوق منا رح تكون عمو ممتاز زوج خالة منور كمان. لازم المخلوقة تحكي، شغلي موهبتك الفنية. يلا حمل سمعه لشوف. يلا الحقوني بسرعة. يلا يلا جاي. لك يلا جان، بعدي من طول، بعدي شوي. يلا شو رأيك بيشبوبي يا عمي؟ بسم الله مديحة، هذا أنتي؟ والله ما عرفتك. شحمي ولحمي. معقول تلبسي هيك شغلات يا مديحة وعندك ولد بطولك لك بنتي؟ وإذا عندي ولد بطولي ما عاد يلبق لي هذا اللبس عمي. ناجية ناجية، خبريهم يحضروا لي موتوري، رح أطلع كم فتلة بالحارة. ناجية كمان اتطلقت ما هيك؟ باخذ لها موتور إلها كمان ومنشفط. لك شو عم تخرفي انت؟ لك بديحة اصحي، ليش نحن من ايمتى بنركب موتورها؟ ما عنا ما هيك؟ مو مشكلة، بكرة رح روح جيب موتور إلي وموتور لناجية. يي مين بده يكون؟ تحسين.
تحسين أكيد ندمان مثل الكلب بيكونوا جاية يركع تحت رجلي هلأ شوف بعرف رح تندم مثل الكلب وترجع تدق على بابي يا تحسين خالة مديحة رفيق وعشي فوتي ما توقعت زيارتك إلك عندي أخبار بتاخد العقل واجيت لحتى خبرك من فرحتي ما قدرت أستنى جهن اليوم عرض علي الزواج على خير يا بنتي خالة مديحة أنت ما بدك تحكي شي أنا أجيت مشان نحكي بتفاصيل العرس أنا وأنتي منطلع على محل فساتين نختار فستاني مع أني بهالأيام معارضة لفكرة زواج المرأة بس مبروك إذا مكتب لك رح تتزوجي شبها خالي مديحة جده بدون يتطلقوا هي ابن تحسين أنت عن جد عم تحكي؟ لا حكيت هيك كرمال أمزح معك عم بحكي عن جد لك بنتي بعدي هيك لشو بعدي العمى؟ مين اللي بالصورة؟ هذا هو جوزة؟ ليكي فتون عن جد هالمرة أنا وقعتي سودة وقعت وما حدا سمع علي أبدا لك هذا جوزة؟ لك جان شو؟ لك أنت مجنوشي؟ هيك أحسن إلنا لأنك بتشبهه كتير رح يفيدنا رح يفيدنا جان جان بما أنه المخلوقة جوا روح لعندها حاول تحكي مع لحالكم شبه؟ مستحيل ليكي أنا بموت من الرعبة من هاي المرة اللي جوا ليش ما بدك تفهميني؟ ما فيني فوت لحالي لهني سكوت سكوت لك أجيت أجيت خلاص سكوت عمو ممتاز كيف صحتك؟ والله هالسنين ما أثرت عليك أبدا بنتي جيبي هالطربيزة من هنيك لشوف ايه على عيني خالة منور ايه اسلامو هاي الطربيزة منيحة هيك؟ هاتي. أنا رح أقعد هون يسلم هاليدين يا مرة صحتين وهنا يا ممتاز صحيح شو بدي أسألك خالة منور ما ها أخته لعمو ممتاز ما غيرها تذكرتيها كيفة طمنيني عنها منيحة أنا أخدع خاطري منك كتير ممتاز كتير والله عن جد وليش بقى؟ وعم تسأل كمان ممتاز مو على أساس كنت رح تسحبني على ألمانيا لعندك موضوع ألمانيا اسمعيني خالي منور عمو ممتاز رجع لعندك رجعة أبدية رح يضل جنبك دائما إيد بإيد وعين بعين وكتف بكتف رح تكونوا رح تشبعي منه لتقولي حاج لا تكبري يا براسة شو صار لك فتون؟ عن جد عم تحكي عن جد يا روح قلبي مظبوط اللي عم بتقوله أنا رجعت بس كرمالك أنت من ألمانيا حكي يا حكي حلو أنا ما تحملت بعدي عنك وحملت حالي دغري وإجيت من ألمانيا كرمالك حبيبتي منور جوزي حبيبي الله يا فتون لو تعرف اللي سنين ناطرة هاللحظة وأنا وحياتك ما شاء الله ما شاء الله اللي بيشوفكم بيفكركم عرسان فتون أنتي ما عندك لا شغلة ولا عملة تساوية لا والله ليكي بنتي ما تحشري حالك بين العشاء يلا قومي تركينا لحالنا بقى بنتي يلا على عيني مظبوط اللي عم تقولي طيب خالة منور يلا بالإذن منكم رح أمشي يا فتون وين بدك تروحي يا بنت؟ عادي لشوف عادي عادي بس مو حلوة تكون عزول بين العشاء خالي منور مشتاقت لك كتير أنا بستنى بالسيارة ما في مشكلة أبدا وأنا كمان رح ألمس شي شغلة مكشكشة ما بتأخر مكشكشة فتون لوين؟ ليكي إذا بتطلعي خطوة من هذا الباب والله العظيم بدمرك بمسح فيكي الأرض لك جان شبكي نحن عم نعمل كل هالشي كرمال سمعه مشان نجمع معلومات عن هاي اللي اسمها مها مزبوط لك قالت بدها تروح تلبس لي شي مكشكش بشرفك لا تتركيني معه والله بتاكلني بلا مل جان اصحاك تصدق حالك وتنسى بالقصة ميمو يا عيون ميمو مها خانم ما في أي مشاكل معي؟ لا ما في أي مشاكل إيه منشكر الله كل القصة أنا كان بدي حل الموضوع بطريقتي من دون محاكم بس طلعت لنا مشكلة مشكلة شو يا خانو؟ لا تشغلي بالك فيها رح أجيب البيبي بالقانون اسمعي مها خانو نحن واثقين بحضرتك
وأهم شيء البيبي يصير معنا. أنا القريبة الوحيدة بالنسبة للبيبي والسليمة عقليا، ما في داعي تخافوا أبدا. بس كل القصة إنه الأمور رح تطول أكتر شوي، مو مثل ما اتفقنا. بس طمنكم بالنهاية هذا البيت رح يكون فيه بيبي إن شاء الله. أنا هلأ بدي من حضراتكم سلفة كرمال مصاريف المحاكم. تكرم عينك، قديش بدك؟ أنا بورجيك فتون. ممتاز. الله، شو هالمكشكش. دا ليك، أنا كنت شارية هالقميص إنه مخص نص إلك، وهلأ لحتى الله طعمني لبسه. عجبك؟ خالي منور، أنت شو عم تعملي؟ قومي عني، بلاها هالحركات. شو عم تعملي؟ بلا ما تعدي على رجلي. شو عم تقول ممتاز؟ يا ربي تخلصني من هالورطة هي. دخيل اسمك. أنت معقول ما أنك مشتقلي أبدا؟ أنا روحت كل صبايي وأنا ناطرة رجعتك لعندي. بس إذا بدك تمشي قوم امشي وتركني لحالي. أنا مثل ما قدرت عيش كل هالسنين ومن غيرك برجع بكمل حياتي مثل ما كنت. خالتي منور. منور حبيبتي، اسمعي يا روحي، تركيني من هذا الحكي. بدي أسألك ويا ريت تجاوبيني، تتذكريها لمها ما هيك؟ مها مها، لك مها ما غيرها، أختي مها بنت حماكي، عمتها لليزا مها. لك شو جاب سيرة هالعاطلة هلأ؟ لك يعني القصة من باب الفضول مو أكتر. يعني أنتوا كنتوا رفقات كتير بهالزمانات، قصدي بركي لسه عم تحكوا مع بعض. إمتى آخر مرة التقيتوا؟ يه ممتاز. أنت نسيان هي كمان؟ إلنا سنين قاطعين علاقتنا مع أختك. إيه قاطعناها من زمان. يعني معقول أنسى؟ حبيبتي منور، ليش قاطعناها؟ يعني مها عملت معنا شي عاطل؟ بدي قل شو بكت بلكمتي لك منور؟ عم بسألك، أختي مها عملت معنا شي عاطل يعني؟ حقيقتي اتركك من عدوة الأولاد هديك، اتركك من تاجرة البشر هديك. انت هات احكي عنا شوي. يلا حياتي لو سمحت. يلا يلا يلا. سمعوا وينو لهلأ عمو جان؟ بس ما تكون خالة منور عملت في شي. تليفون. أهلين هنادي خانو، الكوافير هلا. ها ليكو اجا. لا لا ما عم بحكي معي. تمام اذا ضروري بيجي. اتفقنا ماشي، شوفك باي. جان ها. شو صار لك بالزور لحتى قدرت تطلع من عنده؟ شو صار معك يا فتون؟ هاي المخلوقة مجنونة. لك كيف اجا من قلبك انك تتركيني جوا وتحملي حالك وتطلعي لبرا؟ طيب شو قالت لك عن اللي اسمها مها؟ لك هالمخلوقة مو قدرانة تتذكر غير زوجها، مفكرة حالة بعمر 25 سنة ومفكرتنا متزوجين. انتي ليش لا تحرجيني وتحطيني بهيك موقف؟ عن جد بهنيكي على الخطة الفاشلة اللي سويتيها يا فتون، بهنيكي. سمعوا؟ عجبك اللي صار فيني؟ شكراً كتير إلك على التوصيلة، رح أنزل أنا وسمعه. يعني أنت هلأ جاي لعند الكوافير؟ إيه سيد جان، ما بيصير يعني؟ بلا بيصير، شو حكينا؟ يي دخيلك، هي حركات هنادي خانم، قالت لي لاقيها هون، ما بتعرفني ما بحب روحة الكوافير؟ المهم هلأ تأخرت ولازم أنزل. ليكي فتون اسمعيني. شو؟ كيف بدك تنزلي لعند الكوافير وسمعه معك؟ ما بيصير. جان شو بدي أعمل؟ اتركيه معي. اتركه معي؟ إيه شو عليه؟
أنا وسمعوا حياتي من كزدر ونتسلى. شو فيها يعني؟ أنت أول ما بتخلص شغلك دقي لي وعملي لي ألو، وأنا دغري بجي باخدك. جان؟ رح تقدر تنتبه عليه لحالك؟ طبعاً فتون، بقدر انتبه عليه لحالي. طيب ماشي، بتلاقي كل شي بتحتاجه بالشنتاي تبعه، ببرونتو وحفوضات احتياط. ليك بحياة أمك، حلفتك بأمك تدير بالك عصبي مثل عيونك. انتفخ قلبي فتون، فهمت، رح انتبه على سمعه وحطه بعيوني. تكرم عينك. يلا باي باي حبيب خالته. يلا باي باي. باي باي. شوفك. شوفك فتون. لك مو إلك أنت، عم بعمل باي باي للصبي. سمعوا، دير بالك على عمو. ماشي يا روحي. ها ليك وصلت نجمتي السعيدة. أهلا وسهلا فتون خان. أهلا فيك. هاتي عنك. شو قصدك بالنجمة؟ لك أنت طبعا نجمة التلفزيون، نجمة المستقبل، الاسم اللي رح يتسجل بمحركات البحث بالبلد، فتون دينج. ايه بس يعني لهلأ نحنا ما عملنا شي. شو هالحكي فتون، كيف ما عملنا شي؟ لكن انت ليش هلأ عند الكوافير حياتي؟ انا جبتك لهون مشان قبل ما تقابلي مدير القناة نعمل لك شوية رتوش مشان تكوني جاهزة. احمد مثل ما اتفقنا بلش لقلك. ايه بس دقيقة لو سمحت ما تغير كتير بشكلي. لا حياتي لا، ما رح نغير اي شي ابدا، ما تقلقي انت، بس وثقي فيني واطمني وانا رح طالعك لفوق واشهرك. كيف لكن؟ سمعوا، انا تعودت عليك كتير وحبيتك، اذا انت كمان تعودت علي رمش لي بعيونك رمشتي. معقول عم بحكي معه هيك؟ جاني تليفون. سمعوا، أهلين رفيف. شو أخبارك حياتي؟ كتير منيح، وهلأ مع سمعوا عم مشي بالجنينة شوي. أنت شلونك؟ أنا كمان منيحة. حذر لوين رايحة؟ رايحة على محل فساتين أعراس، لأنه حابة أختار فستان لعرسي ويكون مميز، حابة فستان يحكوا فيه العالم كلهم. يا الله جان أنا كتير متحمسة. وأنا كمان حبيبتي متحمس كتير مثلك. اختاري فستان يكون حلو. ها طبعا رح اختاره حلو. يلا حبيب قلبي بشوفك، بوسات. باي حبيبتي باي. اوف سمعوا يا عمري، قلي شو بدي اعمل بحالتي هلا؟ اوف سمعوا احكي، برايك انا رح اكون اب ناجح؟ انا برايي رح اكون ناجح. تعرف شو السبب؟ لأنه بالنهاية أنت مانك ابني وأنا عم حاول أتحمل مسؤوليتك. شو قلت حبيبي؟ مها خانو؟ شو؟ أنت ما بدك إياها سمعه؟ بس يا روحي هي بتكون قرايبتك، نحن ما بنقدر إنه ما نعطيك لألها، ما بصير. أنا كمان ما ارتحت لها نهائيا، بس شو ساوي؟ مو طالع بإيدي أعمل شي. ليكي بنتي لقينا لك رفيق قاعد هون. مرحبا. أهلين. يا أهلين فيك. رح أقعد جنبك. حلوة كتير ما شاء الله. شكرا. هذا ابن حضرتك؟ ما شاء الله عليه. ما شاء الله. قديش عمرها البنوتة؟ شهرين. أوه شو حلوة ما شاء الله. مو معقول كلمة ما شاء الله شو بتعلق على لسان البني آدم، خاصة بعد ما يجي ولد. برد الطقس شوي. بردتي بنتي حبيبتي؟ ايه فورا رح أغطيكي مشان ما تاخدي برد. أنا كمان رح أغطي، حرام أحسن ما يبقى. ايه طبعا أحسن. ليكو ليكو مين قاعدة هون؟ ليكو حدا جانتي. ايه انا جانتي. ايه صحيح. ايه تفضلي طبعا تفضل. انا كمان. وانا وانا. ثانية بس خليني انا كمان صور. شكرا كثير لك. اسمح لي بوسك بعد اذنك. ايه طبعا. شكرا لك. شكرا شكرا. الله معك. باي باي باي. حلوة النجومية.
تعال سمعو تعال، خلينا نمشي. شفت بعينك سمعو؟ لساته عمك جان لهلا معشوق البنات. يعني بيني وبينك عم فكر اعمل مسلسل عنوانه جانتيكين. بس وينك؟ اوعى حدا يدرى، خاصة خالتك فتون المجنونة، لأنه وقت أكيد رح تذبحني. إيه أكيد. هنادي خانم، شعري هيك ما رح يفتح لونه كتير، ما بتلبق لي الفواتح بنوب. فتون باللي كتير درجة أو تنتين رح نفتحه، ريحي بالك ولا تفكري بالموضوع. خلاص حبيبي سمعوا، لا تبكي، نحن راجعين على البيت. أصلاً صار وقت إنه نرجع على بيتنا يا روحي، يعني بيكفينا مشاوير اليوم ما هيك؟ خلاص حبيبي خلاص، ليكنا راجعين؟ أنا كمان بردت شوي، يلا حبيبي يلا رح نطلع بالسيارة. بس الهواء النظيف ريحنا كتير ما هيك؟ يلا تعال خليني قعدك محلك. وينو سمعوا؟ يا روحي يا حبيبتي، أنت شو اللي جابك لهون؟ شو اللي صار بالولد؟ مين أنت يا حلوة؟ ها؟ مين أنت يا عمري مين؟ وين أمك؟ يا الله الجنينة راح فيها سمعوا. والله فتون إذا دريت لحتى تجيب آخرتي راح تشقفني ألف شقفة وشقفة. أنا انتهيت 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 على الآخر. يا الله سمعوا ابني وينك؟ أنا كيف غلطت هيك غلطة؟ حبيبتي لا تخافي لا تخافي، راح أخذك لعند أمك. يا سمعوا خلاص حبيبتي خلاص، لا تبكي، الله يوفقك. والله اللي فيني مكفيني يا عمري، مو ناقصني انا، ليكي رح الاقيها لامك. يا الله على هالقصة، هي منين اجتني هالمصيبة؟ انا منين؟ مو ناقصني هلا غير انه يضيع سمعه واعلق بلسانه لفتون، ووقت اخود على حكي وبهدله. مستحيل تصدق انه ضاع بالغلط، واكيد رح تقلي اني مالي قد المسؤولية. اوف، شو بدك تعمل بهالمصيبة جانتيكين؟ شو بدك تعمل؟ انتبه حبيبي انتبه. ايه العفو منك يا خانم. من شوي كان في ست بالجنينة عم تمشي ومع مثل هاي العرباية تماما، شفتي يا شي؟ ايه شفتها، وكانت عم تعيط وتقول شرطة شرطة. انت شو عم بتقولي شرطة؟ ايه في واحد قليل شرف خطف لبنتها. يا خانم انتبهي على حكيك بلا مسبات اذا بتريدي، انا عن جد لو بدي اخطف لبنتها ما كنت بترك لها سمعه، فهمتي؟ تخربطوا العربايات، يعني التنتين نفس الموديل، شو بعمل؟ وشو دخلني انا؟ والله فتون بس لا تسمع بالقصة رح تفرمني فرم، بدها تحطني بمكنة اللحمة وتفرمني على الناعم، انا عن جد رح اتبدل. سيدي كل شي صار مثل ما شرحت لحضرتك، الله يوفقك لاقولي سمعه، انا ما بدي شي من الدنيا غير انه تلاقولي يا وبس. خلص واخر كلام صاحبي، ما عم بفهم عليه شو بده. والله رح اجيب لك امك ولا يهمك. خلص يا عمري بس فهمني، هذا الولد الضايع اسمه سمعه؟ سيدي هذا اسم الدلع، هو بصراحه اسمه اسماعيل بس من دلعه سمعه. خلص شو ما كان الشباب عم بيهتموا بالموضوع، اهل البنت اتصلوا على الفرع الثاني واكيد بعد شوي بيصلوا لعنا. والله البنت مبينة جوعانة، انت ما معك رقمة لأمها مشان تدق لها وتجي تطعميها؟ سيدي انا لو بعرف الام او اذا بعرف اي حدا من قرايبينا ما كنت اجيت لهون اصلا، انا بالغلط اخذت البنت بدل سمعه، هذا اللي صار، لانه العربايتين مثل بعض، انا شو بساوي؟ طيب امه لسمعه وينها؟ دق لها خليها تجي. بس حبيبتي خلص، امه وابوه لسمعه من فترة توفوا بحادث سير سيدي، وكانوا كاتبين بوصيتهم انه اذا بيصير لهم شيء نحن المسؤولين عن الولد. الله يرحمهم. طيب سمعوا هو هداك الولد؟ نحن بصراحه عم نحاول ندير بالنا عليه ونربيه انا وفتون، بس واضح انكم مو قدرانين. شو هالحكي سيدي؟ والله نحن حاطينه بعيوننا. لك هلا المهم بعات ورا فتون خالته لسمعه، هي بالنهايه بتفهم عليها اكثر مني ومنك، يمكن البنت ما تكون جوعانه، يمكن عاملتها تحتها، خليها تجي وتشوفها. لو سمحت بلا ما نخبرها بيكون احسن. لا حول ولا قوه الا بالله. دق لها جانبيك خليها تجي. لا سيدي بلا ما نخبر. جانبيك دق لها اذا بتريد سيدي بلاها هالمره. عم بقول لك دق لها فورا. مثل ما بدك. وهلأ فتون خانم، أنت جاهزة لتشوفي لون شعرك الجديد؟ إيه بظن جاهزة. تفضلي. ها خلصتوا؟ خلصنا. شو هاد؟
أنا قلت لك فتحوا درجة درجتين، مو تعملي هالمصيبة. لك شعراتي الحلوين اللي بيجننوا راحوا يا حوينتهم. أنا عملت مثل ما طلبتي مني هنادي خانم. لك هلا أكبر، هذا اللي طلبته منك. شعراتي جوا شوفي أي فتحة، يلا روح. هنادي خانم كيف بدي أطلع بهذا الشعر لبرا؟ اهدي يا الله. خلص روقي حبيبتي، هو رح يرجع يصبغ لك يا بلون أغمق هلا، أنت اهدي وروقي أعصابك ماشي؟ شو أعمل هلا؟ بعتي إيدك عن شعراتي. ألو نعم، كيف؟ مغفرة عم تقول؟ خلص سيدي إذا بدك أفك لهيك شوي بطنة بيجوز يكون عنده شوية غازات، بالعادة هيك بنعمل مع سمعه، بنضل بندعكه طول الوقت. جرب سيدي. سيدي سيدي لقيتوا لسمعه ولا لا؟ لقيناه فتون خانو، العيلة على الطريق بيوصلوا بعد شوي. بنشكر الله وبنحمده. قلبي كان محسسني جان، كنت عارفانة إنه هذا اللي رح يصير. أنت مستحيل تتأمن على ولد، بس الحق مو عليك، علي أنا، الحق علي أنا، علي أنا. لك يا فتون. شو؟ ليش هيك مخطوف لونك؟ برأيك ليش يا ترى؟ ليش يا زكي أمك؟ ممكن يكون السبب لأنك مضيعه لسمو؟ ممكن لأني مصدومة مثلا؟ بنتي يا حبيبتي يا روحي حبيبة مو، تعالي لعندي. ألف حمد وشكر لك يا رب. نشكرك عليك يا روح. حبيب خالتك أنت حبيبي يا روحي أنت. سمعوا يا عمري، بعد عن نولا. لا تحكي معي بهالطريقة، شو صار لك؟ يا حبيب خالته. يا عمري أنت حبيبي. تعرفي فتون، حاولت ما حسس حدا بس كنت خايف كتير عليه، فكرت تجار الأعضاء خطفوه للولد. سكوت حبيبي، عمو جان اللي ضيعك، عمو جان اللي ضيعك. خلص خلص، ليش عم بتكرهي فيني وتعبي براسه هالحكي؟ يا الله منك، لساته صغير ومثل الصفحة البيضة، وأي شي بتحكي له يا بيمتصه مثل الاسفنجة. أكيد رح تتولد عنده عدم ثقة وكراهية تجاهي. تتولد لحتى يعرف الولد بمين لازم يوثق وبمين لا. خلصنا، مو حلوة تحكي معي هيك قدام الناس. يا خانم انت بدك تقدمي شكوى. شو خفت عليك؟ بنتي منيحة، ما رح اشتكي على حدا، يعني الواضح انه اللي صار سوء تفاهم. وانا كمان سيدي ما رح اشتكي على حدا. بس بدي افهم انت على شو بدك تشتكي سيد جان؟ مو انت اللي خربطت بين الولاد؟ المهم يا خانم ما تأخذونا كرمال الله، آسفين كتير. ما شاء الله ما شاء الله، حلوة كتير بنتك الأمورة، ما بتعرفوا يمكن يصيروا عشاء بالمستقبل، يمكن ما تكون صدفة عادية. تحرك قدامي جان. يعطيكم العافية سيدي. سيدي شكرا يا روحي. يعطيكم العافية. يلا خلص يلا حبيبي سمعوا، يلا بدنا نرجع على البيت. يا جماعة الله معك، مع السلامة. سنتعشى اليوم. الله معكم. ساعتين جان، لك هدول بس ساعتين ما عرفت فيهم تدير بالك على الولد؟ ليكي عن جد انت شو ما حكيتي هالمرة معك حق. جان انا كيف بدي امنك على الولد مرة تانية؟ شو؟ خلص خلص ابني، انا رح اسألها. فتون شو؟ امتى رح تغيري لون شعرك هاد؟ ليكي عن جد انا وسمعوا خايفين منك. جان ما تغير الموضوع، انت مو المفروض تتحمل المسؤوليه، مو على اساس هالولد نربيه سوا؟ شوف انا شو عم بعمل وشوف انت شو عم تخبص، معقول ولد صغير يفوت على المخافر من هلا؟ ليش ما عم تفهمي القصه فتون؟ عن جد كانوا العربايات مثل بعض، واجوا البنات وتصوروا معي وعجقوني وما انتبهت، هذا اللي صار. سكوت جان سكوت، انا طالع على فوق هلا، بدي اصبغ شعراتي واتدوش وزبط اموري. اذا بسمع الولد عم يبكي والله لندمك عيشتك، عم تسمع يا فتون؟ حل عني يا. لا تخاف سمعه، طلعت تغير لون شعره. لك دخيل قلبه، انا دخيل هالوش دخيله. كثير ظريفه الحفله اليوم. شو مبسوطة؟ عملت عين العقل بجيتي لهون، فرفحتولي قلبي. قديشكن شباب طيبين ولطيفين، ما حسستوني اني غريبة عنكن، رجعتوني لأيام الصبا. انتي كمان لطيفة كتير. انتي اللي لطيفة يا حلوة. حساب عندي الليلة طالعة من قلبي، انا اللي رح ادفع. يلا اشربي الحساب. انت عم تحكي عن جد؟ ايه والله.
يا جماعة لحساب الليلة على ميمي. أحلى ميمي. صحة ميمي الكفو. ميمي 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 أحلى ميمي بالدنيا كلها. ما تعملوا هيك لو سمحتوا، ما تدلعوني هيك، عم تخزلوني. صحتك ميمي. تفضل. وصل مشروبي كمان. أعطيني إلي. يلا يا جماعة كعب أبيض. تشيرز تشيرز. مديحة يا بنتي، يلا تأخر الوقت، خلينا نمشي. يلا يا بنتي، ليكي طلبتي موتور وجبتلك ها، قلتي إنك متضايقة جبتك لهون لتتسلي. يلا خلينا نمشي، اتركي هالمشروب من يدك، الله يرضى عليكي. يلا بنتي يلا. لا لسه كتير بكي. ايه صديقتي معها حق، أنا لسه بدي أرقص عمي. انت روح هلا، رفقاتي بيوصلوني باخر السهره، بتوصلوني ما هيك؟ اكيد بنوصلك. لك مديحه حاجه حكي فاضي، خلينا نمشي. ماني ماشي عمي، بدي ارقص شباك. طيب ماشي بنتي، راسي لقلك، انا ماشي تصرفي منك لحالك. الله معه، الله مع دواليبه. طلعتنا من هون على احلى مطعم والعشاء حسابي كمان. برافو. يلا زفه لميمي. ميمي حضرتوا نموذج كروت العرس؟ طب امتى رح ينطبعوا؟ ماشي، وامتى بيصيروا عندي؟ طيب حلو كتير، ناطرة خبر من حضرتك معناتها. شكرا لك. الكروت رح يخلصوا، ما ضل عندي غير تنظيم الحفلة. رح ساوي كل شي من أحلى ما يكون. سمعوا؟ يا روحي شوفي شوفي، ما تبكي يا أزعر. يا أزعر لك دخيل هالوش أنا، سمعوا ليك خالف وتون صبغت شعرها هلأ وما عاد في داعي إنك تخاف، رجعت حلوة مثل ما كانت. أوف ألف الحمد لله، فكرت رح تبقي بهداك الشعر دايما، كان منظرك بخوف. والله ضحكتني، مع أنه أنت حبيبات قلبك الصبايا الشقر. اذكر الشقرة ودغري حضر لها الصبغة. ألو نعم رفيف، كيفك جان؟ وين أنت؟ أنا حضرت السفرة وناطرتك هون ولهلا ما أجيت، ليك أنا جعت كتير. يلا تعا. طيب رح أجي، بس هلأ مشغول شوي رفيف، يعني لا تستنيني، وإذا جوعانة كلي أنت. طيب ما رح أتأخر، يلا بشوفك. شو يا عمري أنت يا روحي. جان أنا حابة أحكي معك بموضوع مهم. نحن وجايين من المغفر، فكرت كتير فينا وكمان بوضعه لسمو. نحن لازم نعطي الولد لمها. فوتون انت شو عم بتقولي؟ بلا هالحكي الفاضي شو صار لك؟ جان نحن وين؟ وترباية الولد وين؟ طلع على حالتنا شوي، مخافة رفيف أمك وغيره، نحن ما فينا نكون أب وأم لسمعه ونربيه. برأيي أنت عم تستعجل كتير بقرارك فتون. جان أنت رح ترجع لعند رفيف كل ليلة، وأنا بهالحالة بكل ليلة رح أبقى هون مع سمعه لحالنا. إذا بدي روح على الشغل وأتركه عندك، أنت رح تكون عند رفيف أو رح تكون بالشغل، وهذا الشيء كتير طبيعي. ونحنا ما فينا نترك سمعه مع حدا غريب، صح كلامي؟ يعني بمين فينا نوثق ونتركه عنده؟ أنا حاولت إني أتحمل مسؤوليته بس ما طلع بإيدي، لهيك لازم يكون عند عمته. بس قلتي لي إنه ما ارتحتي لعمته أبدا. بالغت لأنه ما حبيت أعطيها إياه، بس هي مو مبين عليها سيء ابنه.
فتون بترجاكي، فكري شوي. يلا جان، رفيف عم تستناك، ما تتأخر عليها. يلا. ألو، كيفك مها خانو؟ أنا فتون، فينا نلتقي؟ بدي أعطيك البيبي وبعدين منخلص الإجراءات الرسمية. شو صار لي أنا؟ مين هدول كمان؟ رأسي. مين انتو بالله؟ ميمي، معقول ما عرفتينا؟ من وين لوين لأعرفكن؟ شو عم تعملوا ببيتي؟ فهموني. كيف يعني ما بتعرفينا؟ تعرفنا مبارح على بعض بالباب واجينا لهون وكملنا السهرة. تذكرت هلأ تذكرت. ايه صباح الخير مدوحة. بارح تسلينا كتير والله. ما بعرف كيف فجأة نسيتكن، ما تأخذوني. الليلة حنطلع كمان ما هيك؟ نطلع ليش لا؟ ايه؟ بس لوين الطلعة اليوم؟ مديحة، منو هدول؟ الشلة تبعي عمي. ناجية، لك ناجية، حضرينا الفطور فورا بسرعة. هيك الحياة من اليوم ورايح عمي، رح أعيش حياتي أحسن شي. بس ميمي الحساب عليكي ها، كمان رح تحملي السهرة اليوم. يا عيب الشوم، طبعاً علي ولو. والله إنك اخت رجال. الحساب عندي الليلة كمان. واو، آخ راسي رح ينفجر. آي حبيبي، أنا ما بدي أعطيك لعمتك، بس ماني قد هالمسؤولية. أنا ما معي مصاري، ومو بس هيك، ما عندي عيلة سمع. أنت بتستاهل أحسن مننا بكتير، وعمتك متأكدة رح تربيك أحسن مني. بس أتذكر أني رح ضل حبك على طول. عرفت باللي صار من مها خانو، وقلت أكيد بتكوني متضايقة.
بدي أعطيها إياه. اسمعيني منيح، القصة هالمرة مو سهلة أبدا، لهيك لازم تاخدي قرار. أنت معك حق، لأني كل ما بمشي ورا عواطفي بوقع بمصيبة بالأخير، وما فيني جازف بحياة سمعه أبدا. بدي أكمل ضب غراضه لسمعه. تفضل فوت مراد. رح تصل كروت العرس اليوم، طلعوا حلوين وأكيد رح يعجبوك، بس لازم نروح على شركة تنظيم الأعراس مع بعض، وبيكون أحسن إنه نخلص كل هاي الأمور قبل ما يجي الولد. مافيا الأطفال عادت للظهور من جديد في إحدى محاولات لبيع طفل لأحد العائلات، وقد تم العثور والوصول إلى الأطفال الذين تم خطفهم من حاضنة إحدى المستشفيات. أختي مها عملت معنا شي عاطل يعني؟ هاي أتي اتركك من عدوة الأولاد هديك، اتركك من تاجرة البشر هديك. عدوة الأولاد، تاجرة بشر، معقول تطلع هيك؟ شو حكيت جان؟ رفيف أنا لازم أطلع. واقف لوين؟ خلاص بعدين بحكي لك. شوي شوي جدو هلأ بيرتفع معك السكة. صح حبيبي، على قلبك يا روحي. والله يا اختي يا رجل، بتعرف شو تاكل؟ بس هي ما بتسوى لك بعد هالعمر، بجوز تروح فيها يعني. وفورا بوشك على الأمر. ولا عم تسمع شو عم تحكي انت وياها؟ بوصلكن هلسان والله، شو قلة الأدب هي؟ روقي شوي مدوحة، هي كنا عم نمزح. شو هالمزح البايخ؟ ليك زعجتيني ها؟ ومين سائل عنك ولا؟ وقح، يلا يلا نقلعوا طلعوا من بيتي. شبه بكي لمم ايدك، ما تبلعيها، زقيها، طالعيها لشوف. حرام هاللقمة فيكم. كل عمك كانت رح تقتلني. انتي مجنونة، مو انتي اللي جبتينا لهون؟ لا عجدة بتحكيها فصعونة، وهلأ كمان عم قلعكم. يلا ارجوني عرض كتافكم، يلا لشوف. كأننا بحاجة لقمتك. قوموا لشوف. ما قصر فيكي زوجك، مين بيتحمل وحدة مثلك؟ طب يلا امشي يلا. برات البيت سرعة، ديري بالك ما يحطوا شي بجيبهم وهنين طالعين. كبي قرفهم لبرا. رجعنا صفينا لحالنا أنا وياك. المهم أنت تكون منيحة. كل عمري كنت حاسة بالأمان لأنه تحسين بحياتي، بس هلأ ما بعرف كيف بدي أعيش وكيف بدي أكمل. الحياة مستمرة لك بنتي. وجودك جنبي أكبر قوة بالنسبة إلي عمو، وعم أقول لو أنه بعد الطلاق نضل ساكنين مع بعض أنا وياك، ما تتركني أبداً عمي. الحمد لله كأنه رجع عقلك لراسي. لا تخافي، أنا بوعدك إني ما بتركك لحالك بنوب، لأنه أنتي مالك أنتي وبس، أنا بعتبرك مثل بنتي بنفس الوقت. بس ليكي، إذا أنتي تاني مرة بتجيبي لعنا على البيت لهون ناس مثل هدول رح أزعل منك. توبة توبة، ما عاد عيدها بنوب. خالتي منور لو سمحتي الله يوفقك، حاولي انك تتذكري مين مها. انت قلتي لي انه هي عدوة اولاد وتاجرة بشر، شو بتساوي؟ شو بتعمل بالضبط؟ تذكري شو عم تقول. ممتاز، ركزي معي منور، لا تعصبيني ها، تذكري مين هي مها. ليكي يا مخلوق اسمعيني منيح، اذا عصبتيني بسافر على المانيا وما بعود برجع ابدا. دخيلك وقف وقف، استنى استنى شوي. ليكا هون كل شي مكتوب هون، اقرأ. تم تسليم الطفل المخطوف لعائلته. ها، هاي المصيبة كانت من عملة مها وقتها، خطفته هي للصبي. ايه يلا ردي يا فتون، ردي على التليفون بسرعة. اصحك تعطي سمعه لمها، اصحك انتي، بس ردي على التليفون بسرعة.
فوتون بدي اياكي تكوني قوية. أهلين وسهلين. أهلين فيك يا خا. أهلين. يا أهلين سيد مراد. أهلين فيك يا خا. تفضل ارتاح. شكرا. يلا بقى فوتون، يلا فوتون، ردي على تليفونك. لما يكون عنده غازات بيبكي، بيبكي وبيبكيني. هذا الشيء كتير طبيعي. قبل ما أنسى خليني أعطيكي ببرونتو الأحطية. ألو نعم. ليكي فتون، أنت ما سلمتي سمعوا لعمته ما هيك؟ ما أعطيت إياه صح؟ لا. أوه ألف حمد وشكر. اسمعي منيح شو بدي قلك، بتخلي سمعه معك وما بتعطيه لأي شخص لبين ما أوصل لعندك، مفهوم حكي ولا لا؟ أصحك أصحك تعطيه لحدا. وينك أنت بالبيت؟ لا. طيب ليكي وين ما كنتوا بعتيلي موقعكم انا جاي فورا. واصحك تحسسي المخلوقه باي شيء فتون احسن ما تاذيكي انت والصبي. جان شو الموضوع؟ ليكي فتون انت طلع معك حق، ما طلعت ست ماله منيحه مثل ما انت توقعتي. طيب طيب عم بستناك، يلا بشوفك. خلص حبيب خالتك لا تبكي. ليكي يا أنسة أنا بصراحة كتير مشغولة، مثل ما بتعرفوا إنه البيبي رح يعيش عندي هلأ ولازم حضل له غراضه، خليني روح. لا بلا ما نقوم. وحابة ذكرك اسمه سمع. عفوا؟ جان هلأ رح يجي وحابة بيودع الصبي، لهيك رح نستنى. عادي لو سمحتي. أنا آسفة عن جد صار لازم أمشي، بعد إذنكم بدي أخذ شيلي إيدك. بعدي هيك قلت لك شيلي إيدك عنه. فتون تركيلي إيدك عن الولد. تركيلي إيدك عن الولد. عملي فتون أهلي شوي. فتون بس دقيقة بس دقيقة، رجعي لورا ولا ترجع الولد، حياتك كلها ما راح تلمسيه يا صفية. موظفة بنك ومرتاحة ماديا، ومو بس هيك مثالية ومن نخبة المجتمع. قرايبته ما هيك يا مراد؟ بدك نعطيه البيبي لحتى تربيه؟ فهمني انت عم بتبيع بطاطا بسوق الخضرة يا أفندي؟ جان انت شو عم تحكي؟ رح أقلك. مها خانم مدري صفية خطفت بزمانة طفل صغير ولقطوها بالجرم المشهود لما كانت بدها تبيعه. شو؟ والله لموتك بإيدي. فتون خلص تركيا. فتون ايه بس اهدي. البحث اللي عملته عنا، مها خانم كانت متزوجة من قبل، وللعلم كمان هي كان عندها اسمين تستخدم يلي بيخدم مصلحتها. يعني يا مراد انت وعم تلعب لعبة المحقق، هالخانم كانت مدبرة كل شيء. اسمعوني هذا الحكي كله ما له مزبوط، انا عن جد كنت جاي لهون كرمال اخد ابن بنت اختي، عن جد انتو عم تظلموني. يا حرميات الاولاد بعدي عني. فتون تركيا خلص بعض لو سمحتوا. تركوني بدي اخذ تفضلي معي يا خانم. رح اخذ تفضلي. لا اذا رح نعود ارجعي لورا. بعد جان بعد يا جماعه لو سمحتوا اهدي ليكي انا اليوم ورايح. روحي بصحك تفكر تتدخل بحياتي او بحياه الفتون، عم تفهم مراد؟ خلصنا بقى خلص انت وياها، لا تخلوني اطلع معكم. ها يلا فتون خلينا نمشي. يلا شكرا كثير. فيك تعملها يلا جان. ليكني عم حاول. يا فتون
ثقتي بنفسي هلأ معدومة، يعني بالأراضي مستحيل أقدر أعمل هيك شي. لك يلا جان القصة سهلة، المهم تضل بوعيك وما تدوخ من الريحة. ضل بوعي وما دوخ من الريحة، طبعا الحكي سهل بالنسبة لحضرتك. لك شو بساوي؟ لك القصة مو بإيدي، بدوخ لما بشم هاي الريحة وبوقع من طولي، شو بساوي؟ مو معقول جان، إذا ما فيك تعمل هالشغلة البسيطة كيف بدي أترككم لحالكم أنتو الاثنين؟ كيف بدي أثق فيك؟ قلي. ماشي رح أعملها. حاسس حالي رح غوطن. أوه ولي سمعه، شو عامل هون؟ كيف طلع من بطنك كل هذا الشي؟ ليلي شو أعمل هلا؟ اسمعني، لزقة منيح من الجوانب. ايه؟ جان أنا عن جد فخورة فيك كتير. والله وأنا كمان فخور بحالي، ليش الكذب يعني؟ ليكي شو انبسط. فتون بظن إنه نحنا فينا نتحمل مسؤوليته. إيه بالتأكيد. ليك على هالشكل. أنا رح أطلع كب هي وارجع. ماشي جان. ليك بدي أقولك شغلة مهمة. بعتذر على الحكي اللي قلته مبارح، آسفة. برأيي أنت رح تكون أب بتاخد العقل، رح تحط سمعه بعيونك ورح تحبه كتير ورح تدير بالك عليه، وبعرف أنك رح تكون قد هالمسؤولية. أصلاً بعد الموقف اللي صار اليوم معنا لو ما أنت كنت خلاص بقى فوتو. استنى استنى، وقف وقف جان، روح كب الحفوضة، روح.